لما يكون مولود برج الحصان من مواليد برج الدلو في الابراج البابليه، فهذا شخص مبتكر وموهوب فطريا ومنذ الصغر، يمتلك فكر ناضج ويمتلك نظره ثاقبه للمستقبل، ينجح في اداره الاعمال وينجح في الامور العلميه بشكل واضح، وحتى في مخططاته وآرائه يكون على تكون شخصيته ناجحه وشخصيه لها ادوار مميزه في الحياه.